خلال تجولك وسط مدينة ميلا لن تجد كراسي ومواقف مغطاة للحافلات، فالمواطنون يعانون من انتظار الحافلة على الأرصفة والطرقات، كحال هذا الشيخ الذي يتخذ من اللافتة متكأ له. وتجد في نقطة أخرى سلة للنفايات بدل الموقف. أنا في سنترفيل تاع ميلا عندنا مشكلة ليزاري، ليزاري أنا كيما البلدية كيما أنا أري من قعدوا شيوخ كبار ما كانش دمدم، نتمنوا نطلبوا من السلطات تاعنا ما يشوفوا مع دمدم شيوخ كبار وجايز بدمدم على الأقل يديروا لنا حل، يديروا أري وين يقعدوا الناس، اون كانوا اون كاسخانة اون كان واحد كبير واحد شيخ كبير عجوزة على الأقل يشوفوا فيها. نداء عاجل ومعاجل في أقرب ممكن المصالح المعنية دير اجتماع تقني وتاخذ كل الإجراءات كل لاميناجمون دي زاري دبيس افيك دي زابري افيك دي زابري بارك الله فيك، لأن المجتمع المدني يسانكيت ترو شوفوا معاه شوية خفوا عليه شوية شعب عيان وتعبان. نقلنا انشغال المواطنين إلى مدير النقل بالولاية فرد بالتالي. التوقف خاصة بحافلات الحضارية ولا بين البلديات النقل بصفة عامة تكون عن طريق لجنة النقل والمرور أو لجنة النقل والسير على مستوى جميع البلديات، من هذا المنبر يعني احنا نتوسلوا ولا نطالبوا من البلديات أننا نفعلوا لجان النقل، باسكو لجان النقل هي اللي تحدد التنظيم نتاع النقل على مستوى جميع الخطوط والحضارية والبلدية. هنا تجي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التنفيذ، وهذه تخص رؤساء البلديات يعني مجال الشعبية البلدية اللي معنيين بوضع الإشارات سواء الأفقية أو العمودية، ويوضعوا أيضا كل إشارة إذا كان بالإمكان يزودوا الإشارات بليزابري حفاظا على سلامة المواطن. على السلطات المعنية التدخل عاجلا لإنهاء معاناة المواطن البسيط المرغم على استعمال الحافلة لقضاء مشاغله اليومية.